حضرتك ولا تختلف؟ يعني اتفق واختلف. اللعيب هنا لعيبه محترفه، هي عقليه اللعيب. لا، في الدوري المصري لعيبه كويسه جدا، يعني عبد المنعم. يعني حضرتك النهارده عبد المنعم بيلعب في الدوري المصري النهارده كابتن، اساسي منتخب مصر. تقدر تقول الشناوي تشكيله اساسيه للمنتخب؟ للمرحله اللي احنا فيها. لكن الحاله وقت كاس العالم، الحاله وقتها وانت بتلعب في افريقيا في اخر في ناس سنها كبير مش صغير. النهارده مين التشكيله الاساسيه للمنتخب؟ اللي لعبوا النهارده لما يرجع احمد حجازي ممكن يخش مكان علي جبر. النهارده ابتدى محمد حمدي، النهارده عجبني جدا، يعني كنا عندنا مشكله في الباك ليفت برضه، كان فيها تغيرات كتير جدا. عندنا مشكله في راس الحربه، مصطفى النهارده انا شايفه روح عاليه جدا وبيأدي بشكل كابتن كويس. كابتن محمد انا عايز استاذن حضرتك في تشكيل المنتخب. محمد هاني محمد عبد المنعم، علي جبر اللعب النهارده، مع ان كل الناس اختلفت على علي قبل الماتش. اختلفوا ولكن اداؤه كويس، رائع طبعا. صح. محمد حمدي النهارده عجبني. حمدي ولا فتوح؟ الاثنين يعني قبل المباراه دي كان فتوح. النهارده شفت حمدي عنده ثقه، بيتحرك كويس جدا، مفتاح لعب كويس، ووقفته والتكت بتاعه رائع. ممكن يكون المدرب ليه دور كبير في شكل حمدي النهارده. حمدي فتحي، النني عجبني جدا النهارده وفي وقفته. النني يا كابتن حماده هو سته؟ سته. بص، هو لعب النهارده 2-6 بس كان حمدي بيزيد شويه. هو بيلعب 6-8-2. بالظبط كده. زيزو يعني 6 حمدي، حمدي 8 والناحيه الثانيه زيزو. طبعا. والثلاثه اللي قدام تريزيجيه رجع لمستواه. احسن لعيب في الملعب النهارده، طبعا كلهم كويسين. لكن عجبني تريزيجيه. بالظبط كده، تريزيجيه عجبني قوي النهارده. تحركاته دي التشكيله الاساسيه لمنتخبنا دلوقتي. دولت تشكيله ممكن تخوض بيها كاس الامم. في رجوع حجازي يخش، لا يخش، يخش على حساب مين؟ علي جبر. علي جبر. في رجوع اكرم توفيق لمستواه، ما انت لسه بدري بقى، مش عارف ممكن يرجع بشكل اللي كان عليه قبل الاصابه. هو بعيد بقى له الوقت، دخل اكتر من سنه. تمام. مع وقت كبير جدا. في حاله انضمام امام عاشور وتالقه يلعب فين؟ وعلى حساب مين؟ يعني ممكن يبقى احتياطي لحمدي فتحي 8. احتياطي لحمدي فتحي. محمد الشناوي كابتن يمثل كام في المية من قوة المنتخب؟ يعني ممكن نكون مثلا 70%. 70%؟ انا سمعت صح؟ نسبة كبيرة. 70. ليه؟ عندك مشكلة في المساكين دايما في مصر. لو المساكين عندنا، يعني تعالى، يعني طبعا بقارن بأيامنا. وائل الجمعة مثلا، يعني مفيش حد ارتقى لوائل الجمعة في الأسماء الحالية بأمانة. يعني يمكن محمد أمين بدأ ينضج بس عنده بعض العصبية، عنده بعض الحاجات. طول ما عندك حارس مرمى مميز جدا، طول ما عندك خط ظهر قوي جدا، بتبذل مجهود للمكسب أكتر. لكن طول ما عندك حارس مرمى ضعيف، النهارده باين الشناوي، أنت ناقص اللي فرق معاك الشناوي. صح. لو النهارده ممكن تبقى كامل وحارس مرمى يأثر على أدائك. فالنهارده ده مثال. 11 لا 10 لعيبه ومعاك حارس مرمى في وعس، يعني الشناوي لو طلع الاوفر كان كسبنا المباراه. صح. كره الجون. طيب همشي مع حضرتك واحده واحده. حضرتك قلت 70%، صح كده؟ طبعا. شيل الشناوي، مين رقم 2؟ يعني الفتره اللي فاتت دي ما فيش، يعني صبحي طبعا وعواد وابو جبل. يعني ابو جبل انتقل. لازم تعرف ان الاهلي والزمالك في حراس مرمى مختلفين. ليه مختلفين؟ الاهلي بيلعب بطوله افريقيا، بيلعب بطوله محليه، بيلعب كاس عالم الانديه. صح. فاي حارس عنده هتلاقيه الحارس بتاعه عنده 6 شناوي مثلا، لعب بتاع 80 مباراه. ايه هم الشناوي؟ منتخب الشباب، منتخب الاولمبي، الفريق الاول. ده تقل الحارس المرمى، خبرات المركز بيميل للخبره بنسبه كبيره جدا. في الزمالك النهارده اللي فرق مع علي مع 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 صبحي وعواد، ان الزمالك مش بعيد قوي عن افريقيا، بيلعب الدوري المحلي وعنده بعض المشاكل في مصر. ابو جبل بقى بعده عن الاهلي والزمالك يأثر عليه في المنتخب. يعني حضرتك لو الشناوي مش موجود، مين رقم 2؟ رقم 2 حاليا ابو جبل. ابو جبل. لان طبعا صبحي في تردد في مستواه. وعواد لسه راجع. والخبره اللي عند ابو جبل تدي له فرصه اكتر الفتره الحاليه. ابو جبل يديك كام في المية مع المنتخب؟ يعني يديك ثقة. أنت قلت الشناوي 70.
الشناوي بتاع 60%. 60%. يعني المسافات ما بين ابو جبل وما بين الشناوي مش بعيده. لا ابو جبل، ابو جبل كان فورم افريقيا، شال منتخب مصر يعني في مستواه بقى الفني المحترم. المهم مستوى الحارس في الوقت ده، لو الحارس المرمى مستواه ضعيف او هو في دروب في مستواه بيأثر عليك. الاحق دلوقتي يا كابتن رقم 3 صبحي ولا احمد الشناوي؟ انا شايف ان احسن احمد الشناوي احسن حارس مرمى حاليا في الدوري المصري. بس هو برضو عايز شغل كتير، عايز فرقه معينه يروحها، اهلي او زمالك، والفرقه تكون بتلعب على البطوله. انت حضرتك بتتكلم ان هو افضل امكانيات ولا احسن حارس؟ افضل امكانيات، افضل امكانيات، بس حالته دلوقتي كويسه. يعني وحالته كويسه، حالته دلوقتي يعني كويسة. حضرتك انت حضرتك لو قارنت احمد الشناوي بمحمد الشناوي، احمد افضل؟ يعني النهارده الفروق قريبه. الفروق قريبه، التدريب وصلت مثال الحضري. حضري تدويج الحضري من امتى؟ كاس افريقيا 2006. 2004 ما كانش من ثلاث حراس المرمى موجودين. تمام؟ وقبل كده كان احتياطي النادر السعيد، لعب كاس العالم للقارات. لكن حضري وعنده 33 سنه لعب ثلاث افريقيا، فتره تاريخيه في تاريخ عصام الحضري. نضج وطورنا من ادائه. امكانيات الحضري اقوى ولا امكانيات محمد شناوي؟ لا الحضري اكتر بكتير، اكتر بكتير. بس الحضري الخبرات اللي شافها وعاشرها اكتر من محمد الشناوي. ثلاث افريقيا ورا بعض، بتاخد بطوله، بتروح كاس عالم، كان من ايام زمان من ايام الكابتن الجوهري، كان منتخب الاولمبي مع كرول، مع كابتن فجر صالح، اتمرن مع مدربين. اللي حصل في شناوي الدروب لما مشي من النادي الاهلي وراح بترجيلد. صح. يعني الفتره دي الفتره دي ما اثرت على عودته للنادي الاهلي. ووجوده في النادي الاهلي وانتظامه ده حسن مستواه قوي قوي قوي. يعني حضرتك لو صاحب قرار دلوقتي الثلاثه للضمهم للمنتخب مين؟ برضه هيبقى محمد الشناوي وابو جبل ومستوى اثنين الزمالك احمد الشناوي. مستوى اثنين الزمالك احمد الشناوي. يعني احمد الشناوي على حساب عواد وعلى حساب صبحي. صبحي. مين افضل، عواد ولا صبحي؟ برضه قلت لك ما عنديش فرق بين الاثنين. الاثنين نفس المستوى. الشغل اللي هعمله معاهم هو اللي يفرق معاهم. كاحمد سليمان يعني كمدرب حراس مرمى. دايما عايز ترجع تاني؟ ايه؟ عايز ترجع تاني؟ هو انا عايز ابقى بص، انا والرئيس قلت لهم اول امبارح بقول لهم في ايه؟ انا نازل المجلس هتضايقوني، يلا يا جماعه سلام عليكم راح مرمى مش عايز. انت حضرتك ممكن تاخد جونين تفوقهم ولا طبعا. دايما اللي بيلعب هو اللي بيشتغل عليه اكتر؟ لا لو عندي فتره زمنيه بنفوق، بدليل احنا افريقيا ساعات قبل التجمع التجمعات القصيره بيجيب حارس مرمى جاهز. تجمعات قصيره زي دي، لكن انا عندهم افريقيا 21 انا شايف ان احمد الشناوي احسن واحد. يبقى عن ثلاث ماتشات بنعملهم او ماتشين باخد اسكله من الناحيه التدريبيه والمباريات. ولو دورت التاريخ احنا عملنا كده مع عبد الواحد في 2006 لغايه اما رجع من اصابه الرباط الصليبي ووصلنا لحسام الحضري. بقى الاثنين عشان عندك واحد واثنين انت داخل في بطوله، لازم واحد واثنين وثلاثه يبقوا قريبين جدا في منتخب مصر من بعض. تاني حاجه الثلاثه بتوع منتخب مصر واحد واثنين لازم يكونوا مستواهم عالي جدا، والثالث يرتضي ان يكون ثالث. ان انت مره خد خبرتي مثلا مره خدت ايام كرول ايام طرديلي جبت عصام وعبد الواحد ونادر السيد حصل ازمه. كان حتى لما نيجي نعمل تقسيمه في التدريب محمد السيد طبعا خبره فاهم ال 11 لعيب بيلعبوا في التقسيمه الوحيد اللي يطلع بره مين؟ حارس مرمى ثالث. لما تيجي تعمل تقسيمه النهارده مثلا وتطلع نادر ازمه، تطلع عصام الحضري ازمه، تطلع عبد الواحد السيد يبقى قاعد بره ازمه. ما انت واخد ثلاث نجوم. دايما مع المدرب الاجنبي مفيش ازمه. ايه؟ المدرب الاجنبي ما عندوش ازمه في الموضوع. لا ما كان الازمه ما حصلتش ازمه. لا 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 يا كابتن حمد اختلف معاك، حصلت ازمه مع طرديلي كتير. ازماتي كانت مع طرديلي ان هو في الحراس المرمى بدليل ان نادر لعب في وجود طرديلي، عبد الواحد لعب في وجود طرديلي، عصام الحضري لعب في وجود طرديلي، كابتن حسن ثبتنا. التثبيت في المركز ده هو الاكثر. ده لازم. بس كلام حضرتك ان ممكن الجماهيريه تضغط على حارس يلعب؟ لا لا. في المدرب المصري مع في مشاكل زي ما الكابتن احمد اتكلم فيها. المدرب الاجنبي لا بيبقى حاطط تشكيله وبيثبت تشكيله ما عندوش مشاكل، يعني ما بيبصش على اللي بيحصل في القصه دي. يعني هو دلوقتي مثبت الشناوي، بس يعني هو المستوى بيفرض نفسه. الشناوي فرض نفسه، فرض نفسه بقاله فتره على الساحه، هو رقم واحد في مصر في حراس المرمى. فبالتالي ما عندهمش مشاكل. يعني انت القلق انا شايفه من الاثنين الاحتياطي. يعني محمد صبحي مستواه متذبذب، هو حارس طبعا عنده امكانيات عاليه بس متذبذب. ابو جبل بعيد عن الاحتكاك، لسه راجع. انا كنت شايف احمد الشناوي لازم يكون موجود معاهم. يعني موجود يبقى رقم اثنين.
يعني اسال السؤال دلوقتي بعد محمد الشناوي لو محمد الشناوي مش بيلعب في النادي الاهلي كان يبقى حارس مرمى منتخب مصر النهارده كابتن حمادة حسب مستواه يعني طب هات لي حاله على مدار 40 سنه هات لي حاله على مدار 40 سنه كتر الماتشات والمسابقات اللي بيشارك فيها هات لي حاله على مدار 40 سنه هي اللي مخلياه مستواه كده يعني المشاركات في افريقيا مشاركات الدوري والاضواء والضغط الاعلاني والجماهيري هو انا كابتن اتفق هنا مع كابتن احمد لان احيانا يعني مثلا عواد مش كلمه الزمالك والاهلي كلمه مستوى اللاعب انت كابتن مثلا عواد وصبحي بقى لهم فتره بره مستواه دايما في اختيارات المنتخب بتلاقي واحد منهم ومع هذا انت حضرتك بتختاره زي ما الكابتن احمد بيقول على تجاربه مع ناديه وممكن اداؤه مش افضل شيء احمد الشناوي بيلعب في بيراميدز احمد الشناوي لو بيلعب في الزمالك اكيد على كلام كابتن حماده ليه الاهلي والزمالك خلاص بقول لك يعني انا بقول لك كان لازم احمد الشناوي موجود في الثلاث حروف وانت بره الاهلي والزمالك محتاج تبذل مجهود كبير ليه ما بص برضه نرجع ليه بره الاهلي والزمالك وحراس مش موجودين عشان الاهلي بيلعب بطولات افريقيا وبطولات كاس عالم والزمالك كذلك ودلوقتي الحمد لله بقى بيراميدز وفيوتشر دي حاجات هتفيد منتخب مصر صح. التوسع في هذه القاعده مهم جدا يعني في بعض اللعيبه كانت الناس بتتساءل هل ده حسن اختيار من فيتوريا هل اللعيب ده خلاص لقى مكانه محمود حماد كويس لعب هايل والراجل عنده قناعه بيه ان ده رقم 8 كان في مشكله في ارقام 8 عندنا كنا دايما بنلعب 4-2-3-1 كان الواحد ده كان ده اللي فوق الاثنين ده كان دايما عبد الله السعيد عبد الله السعيد بعد بقى اصابات وسن وقصه فابتدى في مدربين جم يعني الراجل عايز يلعب 4-3-3 فلازم توضب 2-8 مين ال 2-8 كان محمود حماده ماشي في الدوري بشكل كويس جدا هو اللي بيزيد بشكل كويس حمدي فتحي يمكن بدايته ابتدى رقم 6 ما كانش يعني في تطور حدث في مستواه لما في النادي الاهلي ابتدى يروح زي السوليه كان في النادي الاهلي برضه بيروح تلاقيه في ال 18 على طول حمدي فتحي بتلاقيه بيزيد بشكل كويس بس بقت زحمه قوي في الحته دي يعني احنا بقينا ملوك الثمانيات دلوقتي اسامي كبيره اسامي كبيره ولاعيبه كويسه ده يعني كويس منتخب مصر هل ممكن يلعب عليهم يا كابتن؟ مين؟ محمود حماده؟ لا دلوقتي لا حمدي موجود حمدي فتحي امام عاشور لما هيرجع برضه هيبقى اضافه كويسه في المكان دوت زيزو توظف رقم 8 بشكل كويس وزيزو ده ما استفاد منه يعني زيزو النهارده حظه سيء ان حصل موضوع الطرد وهو خرج زيزو كان بقى ليه دور في وقت لما المساحات ظهرت في الاخر لما بنلعب زون ديفنس بنشتغل مرتد لصلاح وتريزيجيه ومصطفى ده هو لو موجود كان هو اللي هتلاقيه كل شويه في ال 18 حضرتك بتتكلم ان زيزو ما يطلعش من الملعب ما يطلعش لا في نقطه دي لا حماده كل مصر شافت ان اللي كان اللي يطلع مصطفى محمد ومحمد صلاح يروح قدام وزيزو اللي اتحط لا بس الراجل الاجنبي أنا مختلف طب مين اللي كان يطلع مين اللي كان التغيير مين التغيير ما بص حد يظلم في التغييره حد يظلم في التغييره فهو بيقرا الملعب هو عايز بس. يثبت اتنين مهمين الاثنين الديفندر وعايز راس حربه زي مصطفى يبقى محطه اسند عليها لما ابتدي اتحول وانا بتحول وما عنديش راس حربه هتبقى طبعا. مشكله بس هو بس هو عمل اختيار صعب بس عايز اقول لك ده درس للشعب المصري والنقاد الرياضيين انا بجيب مدير فني بديله ملايين الجنيهات عشان حاجه مش موجوده عندي في مصر لكن احنا للاسف هنا لا اصل ده كان لازم يلعب اربعه كذا انا مديله واحد يا جماعه نفس الاعلام والنقاد الرياضيين في مصر يبداوا الحته الراجل عمل حاجه النهارده انا وانا بتفرج احمد سليمان بخبرتي صح. قلت لا كان زيزو يا اما نص الملعب ومحمد صلاح هو عمل حاجه جابت نتيجه فانا قمت الراجل ده هو ده المدير الفني الاجنبي اللي انا عايزه يعمل حاجه صح شايف التغييره ماشي عشان هو قرا حاجه معينه في الملعب لما بلعب ناقص انا محتاج الناس اللي عندها قدرات دفاعيه كتيره في الملعب مصطفى بيلعب راس حربه وعنده قدرات دفاعيه كويسه صح يا كابتن